تتركز مهام القيادة الوسطى الأمريكية التي تأسست عام 83 على تفعيل التعاون العسكري مع الدول العربية وبعض الدول الأسيوية لمواجهة المخاطر الأمنية الإقليمية. وقد نفذت هذه القيادة التي تضم قوات من مختلف القيادات العسكرية الأمريكية عمليات حربية عدة، أبرزها تحرير الكويت وإدارة حربي العراق وأفغانستان اللتين قررتهما إدارة الرئيس السابق جورج بوش. كانت القيادة الوسطى فاعلة من خلال قدراتها التي تجمع أسلحة الجيش والجو والبحر، وتسمح لنا من خلال قاعدتنا في قطر بتقوية علاقات التعاون العسكري مع المنطقة. أعتقد أن القيادة الوسطى ستتمكن من القضاء على خطر تنظيم الدولة الإسلامية. وتشرف القيادة الوسطى الأمريكية انطلاقا من قاعدتيها الرئيسية في تامبا بولاية فلوريدا والإقليمية في العديد بدولة قطر على عدد من القواعد العسكرية المسمات متقدمة والمنتشرة في الكويت والإمارات وعمان والبحرين، حيث تستضيف المنامة المقر العام لقيادة الأسطول الخامس الأمريكي. القيادة الوسطى منخرطة الآن في عدد كبير من برامج التعاون العسكري والعمليات العسكرية المشتركة بدءا من مصر ووصولا إلى أفغانستان. وتشرف القيادة الوسطى على منطقة جغرافية واسعة تشمل 20 دولة، مصر والأردن ولبنان وسوريا والعراق ودول الخليج، وصولا إلى أفغانستان وباكستان وإيران ودول أسيوية. ومن أبرز مهمات هذه القيادة أيضا، والتي تضم نحو 140 ألف جندي أمريكي، مكافحة المجموعات الأصولية والقيام بعمليات إغاثة ومساعدات إنسانية كتلك التي حصلت أخيراً في جبل سنجار بالعراق. قامت القيادة الوسطى وبمساعدة شركائنا بعمل جيد من خلال تنفيذ عمليات عسكرية ناجحة للقضاء على المجموعات المتطرفة، أبرزها قتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن. تعتبر القيادة الوسطى من أبرز القيادات العسكرية الأمريكية التي أدت دوراً أساسياً في رسم سياسة الولايات المتحدة الدفاعية، وخصوصا ضد المجموعات الإرهابية، وذلك بعد هجمات سبتمبر 2001. من البنتاغون، جو تابت، الحرة.